كان واحدا من الاحتفاليات الكبرى احتفالا هناك بمهرجان فارس الخليج، والذي ياتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبرعايه سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ايضا لانتصار عالمي وتحقيق ايضا فوز عالمي في سباقات القدره، تحقيق بطوله العالم لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي فارسا هنا قاد هذه البطوله العالميه واوصل اسم الامارات دائما كعادته مع نهايه التحديات هنا معلنا بوجود بطولة هنا تضم إلى بطولات الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات سباق التميز الأول لسن الإذاعة. ها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من الإذاعة الجعادين المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن في المركز الأول المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، شايم في المركز الثاني، شايم في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أرى سراج لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان بقيادة المضمر ناجم بن علي الغيلاني. وفي المركز الرابع نديم في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس نجد لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سيف بن مبارك بن غويث الاجتبي. وفي المركز السادس شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز السابع الشعال في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني شاهين ومضمر شاهين السيد سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. مشوش في المركز العاشر لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى شايم. شايم وهو شايم على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، نشوف المنتحر، المنتحر على المقدمة وشايم، نشوف المنتحر، المنتحر على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شايم في المركز، نديم في المركز الثاني في هذه اللحظات، نديم لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شايم في المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سراج في المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان ومضمر سراج نايم بن علي الغيلاني. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. المركز السادس نجد لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سيب بن مبارك بن غويث الاجتبي. وفي المركز السابع شاهين في المركز السابع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي.
المركز الثامن، ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات. ها هو الشعال اللي اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومضمر الشعال السيد سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز العاشر شاهين اللي اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى نديب، نديم على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المنتحر في المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومضمر المنتحر قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث شايم في المركز الثالث لهجن العاصفة دائما يشوم مع الذهب مع الفوزي مع الناموس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع سراج لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النيان بقيادة المضمر ناجم بن علي الغيلاني. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى نديم المنتحر. المنتحر بدأ يغير، بدأ ينتحر على مقدمة هذا الشوط. يا السلام يا المنتحر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وصل راعي الشوط، وصل شايم، بدأ يتسلل، بدأ يغير صاحب الرموز، وصل إلى المكان الصحيح صاحب الشلفة في ميدان الشحانية. ها هو شايم يشوم إلى المركز الأول، يعرف الطريق تماما على أرضية هذا الميدان يوم هو في سن اللقاية صاحب البندقية على أرضية هذا الميدان في العام الماضي، وصاحب الشلفة أيضا على أرضية ميدان الشحانية في دولة قطر. ها هو شايم يشوم بالفوز، يشوم بالذهب. يا السلام يا شايم، شايم وهو شايم كما عودنا، عود جماهيره، عود محبينا. ها هو شايم كما عودنا العام الماضي في سن اللقاية والسنة في سن الإذاع 2014-2015. ها هو شايم يشوم بالمركز الأول. انتظروا شايم في الختاميات، في البنادق، في الشلفة، ذهب مع ذهب. نقول سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، سلام سلام عليك إمبراطورية هجن العاصفة. تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز شايم بالمركز الأول والسوبر هاتريك لهجن العاصفة. ها هو شايم يحط الرحال عند خط النهاية، محتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. المركز الثاني المنتحر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث نديم لهجن العاصفة، المركز الرابع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس سراج لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. التوقيت الزمني ساعة وصول شايم إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الستة كيلومتر. ها هو شايم تسع دقائق 27 ثانية بالوفاة تمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني. المنتحر وصل في المركز الثاني. نشوف توقيت المنتحر ساعة وصوله إلى خط النهاية 9 دقائق 33 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الذي وصل في المركز الثالث. نديم 9 دقائق 33، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير آل اجتبي. التواصل